إذا كان في تونس المدمن على مادة الزطلة يتعاقب بالسجن ويدفع خطية وكيف كيف يتهدد أنه يخسر حياته حتى العملية وإلا الاجتماعية. إذا نشوفوا توا في بعض البلدان الأجنبية كيفاش يتعاملوا مع المدمنين على المدى هذه. سنة 1969 تم حظر مادة الزطلة تقريبا في أغلب دول العالم وذلك بمقتضى الاتفاقية الوحيدة للمخدرات. البلدان اللي أمضت على الاتفاقية شرعت القوانين تحظر وتقنن تجارة واستهلاك الزطلة. في كندا الزطلة تخضع القانون منظم لبعض أنواع المخدرات منذ 1997. حسب القانون هذا مسك تجارة وإنتاج الزطلة ممنوع، ولكن القانون يترك للقضاة حرية اختيار العقوبة. عقوبة الإنتاج تنجم توصل حتى 7 سنوات سجن، بينما توصل عقوبة الاستيراد للسجن مدى الحياة. في الجامايك الزطلة محظورة منذ 1913، ولكن القوانين أصبحت لينة أكثر منذ الاستقلال والتجارة بكمية صغيرة ما تتجاوزش عقوبتها الغرامة المالية. في بلدان الاتحاد الأوروبي كما ألمانيا مثلا الاستهلاك ما يتعاقبش عليه، بينما المسك والتجارة تعتبر جريمة. كيف نجيو نشوفوا بلدان الشرق الأوسط وآسيا الجنوبية القوانين صارمة أكثر. في الإمارات العربية، الهند، الكويت، الجزائر، الفلبين، فيتنام وتايلاند تنجم توصل عقوبة تجارة الزطلة الأعدام، وحتى كمية تقليل المخدرات الخفيفة قادرة إنها تزوج بمستهلكها في السجن لمدة كبيرة. مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة يشتغل منذ 1997 على حظر الزطلة في 192 بلاد، والمعلوم في إنه الحظر هذا قاعد يثير في جدل كبير والأصوات قاعدة ترتفع في أكثر من بلاد من أجل مراجعة القوانين والتخفيف العقوبات.